لما نادى قال يا رب يا رب يا رب، قال الله تعالى له لبيك. وهذا كما ورد أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يوما يا ربي يا ربي يا ربي، سيدنا موسى قال يا ربي، فقال الله له لبيك 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 يا موسى. فقال موسى عليه السلام يا ربي ومن عبدك موسى حتى تقول له لبيك؟ إنه عبدك موسى تقول له لبيك؟ فقال يا موسى إني آليت على نفسي، أي أقسمت وحلفت ألا يدعوني عبدي بيا رب إلا أجبته بلبيك. يعني كل من قال يا رب مع ملاحظة ملاحظة عبوديتك أنت والأدب مع مقام الربوبية، طلعت كلمة يا رب عن صدق، يعني قال لا بد رب الذي يقول لك لبيك. لا محل لا محل، هذا جواب الكريم، هذا جواب التكريم، هذا جواب الإنعام. يعني قد يكون الرجل سير الأم بتقول له يا سيدي، يقول لك نعم شو بتقولي؟ قال لا هذا باب كرم، وهيك كرم حاله وكرم مقامه، يقول لك نعم، يقول لك لبيك يا إنسان. الحاصل يقول شنو؟ يقول له لك وارد هذا كمان، هذا وارد. الحاصل حتى في صحيح مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قرأها صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال عليه الصلاة والسلام قال الله نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال صلى الله عليه وسلم قال الله نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال صلى الله عليه وسلم قال الله نعم. الله المنعم بيقول لك نعم يا إنسان، هذا تكريم إلك أنت لأنه أنت مؤمن، لأنه أنت مؤمن لك مقام عند الله، دعيت بالربوبية ربنا وأنت مخلص في دعائك، فالجواب منه نعم جل وعلا سبحانه وتعالى. يعني هذا حتى أنه لازم تحب الله، يعني الله الكبير المتعال جبار السماوات والأرض، وملك الله ملك وعظمته عظمة وكبرياء إله، مع ذلك إذا كنت مؤمن وتدعوه ربنا ربي ربنا قل لك نعم يعني.